ايه موضوع حواوشي السي فود؟ حواوشي السي فود هو مش حكايه، ولكن قبل ما اتكلم على حواوشي السي فود، في بعض الناس بيدور في ذهنها دلوقتي هو السؤال اللي بعمله بيفك مني لو بعمل كفته او خليط او فرم او ايا كان. لو جبت سمك قشر بياض، وبرده بالمناسبه ده كله ده من مزارعنا، برده الحاجات دي كلها موجوده في كل حته، وكل منافذ الجيش موجوده في كل الحاجات دي كلها، بتتباع بسعر حضراتكم تشوفوه وبجوده نضيفه زي كده، كل الحاجات دي موجوده. طيب لو انا عملت النهارده قشر البياض لوحده كفته، هل هيبقى كويس يا شيف؟ اقول لك لا. ليه؟ ما هو قشر البياض ده سمكه حلوه. طب لو عملت جمبري؟ اقول لك لا. طب ايه الموضوع؟ طب انت لو جبت النهارده حته لحمه بيف فيليتو، احلى واجدع حته لحمه فيك يا عجل، بيف فيليتو كده ما فيهاش ذره دهن، وامسكها احطها في المفرمه تطلع معايا حته كده تعملها زي بطاطس البوري، هتبقى حلوه؟ اقول لك لا برضه. ليه بقى؟ عايزه حاجه تربطها، عايزه عرق يكون ماسكها، عايزه حته ملبسه، حته حاجه تكون ماسكاها. ايه بقى الملبس في السي فود؟ ركزوا في دي، هي حته الكالاماري دي اهو، شايفينها؟ هي دي، هي القصه هنا. طيب ولو انا بضربهم واخد كمان الخياشين دي كمان، شايفين ده كله هيتفرم دلوقتي هتشوفوه. ولو انا كمان حاسس ان وانا بضرب الحاجات دي في قلق، اجيب عندي الكيس بتاع الفيجيتار ده بتاع كنور ده، شايفينه؟ هاخد الكيس كعب بقسماط فيجيتار، هرشهم، هتشوفوا هيعملوا ايه دلوقتي، مع راس توم، مع بصلايه، مع قرن فلفل، مع حبه شبت، قرن فلفل حار يا سلام، حبه كزبره، هي دي حكايه. اتفضلوا. نبدا نجيب الكبه زي ما حضراتكم شايفين، وابدا انزل عندي بحاجتي واحده واحده. طب ما انا قلت لكم اتفضلوا. مش حصل مني ولا انا غلطان؟ انا ما قلتش، ما تقولوليش انا قلت ايه، انا رصايا. مروه هانم، ايوه يا شيخ، صباح العسل يا فندم، اسفين التاخير يا فندم. صباح الفل، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا هانم؟ كله بخير؟ كل سنه وحضرتك بالف خير. وانت بخير وسعاده يا فندم، ربنا يخليك. وتسلم ايدك على الافكار الحلوه دي بجد. ربنا يخليك يا فندم، وكل سنه طيبين. وحضرتك بالف خير وكل اسرتك بخير. الله يخليك يا هانم، تسلمي. والسمك انا قاعده منتظراه بالكشري الاسكندراني صراحة. يا سلام، انت اسكندرانيه يا فندم؟ لا انا انا عادي من القاهره. عادي ها؟ الفكره انا عاديه. والله هيعجبك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ربنا يخليك. انا بس طالبه من حضرتك خلال الايام اللي جايه حاجات بقى، يعني يا ريت تبقى حاجات خفيفه. يعني فكره السمك المشوي بالرز والعدس دي فكره حلوه جدا. ده اسكندراني قوي على فكره، يعني مش اختراع يعني. هي بصراحه انا اول مره بصراحه اسمعها، بس والله وانا كمان يا اختي. هتشوف النهارده الوضع ايه بقى، حد من اسكندريه يقول لنا الكلام ده صح ولا لا؟ لا ان شاء الله خير ان شاء الله، وتسلم ايدك على كل حاجه. شكرا حلوة. شكرا يا هانم، وميرسي جدا لذوقك. صباح كله هنا يا فندم. زي ما حضراتكم شايفين حالا، انا بحط الجمبري رب، هم كلهم على بعضهم نص مشكل، كلهم على بعضهم نص كيلو مشكل. سمكه قشر البياض شوف عامل ازاي. احنا انا هتعيد وتزيد في الكلام؟ بعيد وازيد في الكلام. انا لازم افتخر بالحاجات دي، الحاجات دي بتاعتنا، ده خير بلدنا. بص المنظر عامل ازاي، بص الحاجات دي عامله ازاي، الخضار عامل ازاي، ما شاء الله. ساميه هانم، صباح الورد والياسمين. طيب ماشي يا ساميه هانم. الو يا سامية هانم. طيب كلمينا تاني. ابو حميد، صباح الورد. صباح الفل. اهلا بيك يا عم احمد، ازي حضرتك؟ اخبار سعادتك يا باشا؟ والله فضل وعدل يا فندم، والله يا رب تكونوا انتوا بخير وصحه وسعاده. والله دايما منور الشاشه وجودك يا باشا، والله ربنا يخليك. تسلم يا رب، يديك الصحه دايما، ونشوف منك احلى واحلى كل يوم. والله بدعواتكم يا اخويا، ربنا يخليك، ودي المحبه. الله يبارك لك. تسلم وتعيش. وشاكرين جدا على وصفه طاجن عكاوي، بجد يعني ملهاش حل يعني. الله جربته ولا حد قال لك عليها؟ لا يا باشا، منك انت برضه. ازاي يا باشا؟ بالهنا والشفا حبيبي، بالهنا والشفا، هتعيش وتدوم. الله يبارك لك يا باشا. بس كنت استاذنك بس يا باشا، يعني طواجن السمك بقى عشان العيد. خلاص بقى احنا بطلنا الطبخ قوي بقى، اللي جاي كله خفيف واسماك ان شاء الله. طواجن السمك بتاعت العيد يا باشا، كل سنه وحضرتك طيب. حاضر اوامرك، نعمل حبه هظبطه. حاضر اوامرك. في حاجه معينه نفسك تاكلها معينه؟ الله يبارك لك. احنا يعني طواجن السمك الفيليه العاديه، الفيليه والحنشال والحركات دي. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. بكره في حلقه مميزه برضو للاسماك، تابعنا بكره ان شاء الله. وان شاء الله دايما يا رب، دايما في احسن حاله. الله يخليك يا فندم، بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. طيب عفوا، حطينا كل الحاجات دي كلها ولسه نسيت ابوها، رحت فشغلت النار. شوف برضو دماغ الطباخين دي فيها برضو حاجات كده ترللي شويه. انا حطيت وجريت بسرعه عشان اركب على الحله دي، واروح حاطط حاجتي الرز والكشري، عشان لما يجي يقول لك اطلع فاصل يبقى احنا مأمنين الدنيا، فنسيت احط التبهيره. التبهيره هي نفس الموضوع، حبه ملح، ولكن في حاجه اوعوا تخطئوا فيها، وهي
ان وانت بتحطي التتبيله دي كلها اوعى تحطي اي حاجه فيها سنه زيت. ليه؟ ما ينفعش. لو هتعملها كفته ما ينفعش، لو هتعمل حواوشي مش هتفرق عادي يعني، ولكن برضو خلينا في الامان ان برضو بلاش زيت في النص عشان ما يبقاش على الفاضي. ايه تاني كده ناقص؟ اخد حبه بهارات سمك حلوين من دول، شايفهم؟ اه اه اللي شكلهم عامل زي الكمون ده، معلقه حلوه. تمام تمام. هنخلي كيس الفيجيتار ده في الاخر مش دلوقتي، الاول نضرب حاجتنا ونشوف المنظر عامل ازاي. بسم الله. شويه مزيكا، الناس بتشتكيني. هرجع تاني اقول لكم لو لقيت المنظر جميل كده وزي الفل اجيب اي سكليبر او اي معلقه زي كده. يعني ايه سكليبر؟ ما تقعدش تقول لي في حاجات لغات، لا حاجه اللي هي تكون رابر زي كده، وراح مدي تقليبه حلوه كده عشان برضو خلي الخليط كله يبقى زي بعضه. ما تسيبيش كمان الخلاط، لازم يريح. اي خلاط في الدنيا لو قعدت تسيبه قدامك كتير جدا او تسيبيه قدامك كتير جدا يقعد ياكل في نفسه كده ويصرخ ويعمل، هتلاقي الموتور فيه مشكله او ريحه تطلع لك. فالاحسن لك خلي الامور تكون يا وش يا وش. ايه اللي بقى يخش عليه دلوقتي؟ اقفل بقى موضوع الحواوشي ده. هجيب بوله فاضيه احط فيها حبه ميه عشان ايديا ما تتزقش مني. كده اهو. تمام؟ هنشوف محتاجين بقى نحط حبه الفيجيتار بتوعنا دلوقتي. اهو ادي ايدي. كده اهو. لو انا عايز اعمل اي حاجه بايديا قبل ايدي بس حبه ميه اهو. شوف المنظر اهي. ممكن تعملها داوود باشا. عايز امسكها اكتر بقى واخليها طعمها احلى واحلى، انا جايب عندي الكيس الفيجيتار ده كده اهو، وراح فاتح كده كده اهو. شوف بقى هنا الكفته تبقى عامله ازاي اهو. شوف المنظر. ولو عايز منه في سبايسي كمان وفي منه عادي، وامسك كده قبل ايدي كده شويه ميه وراح مقلب الكلام ده كله مع بعض اهو. شوف هيمسك قدامك المنظر عن الاول بكتير. وطبعا الطبيعي ان ندخلها شويه الثلاجه، لازم تخش الثلاجه شويه اه. خلاص الموضوع بقى واضح وما فيهوش اي تفاصيل، نعمل بقى اللي نفسنا فيه بس ندخلها الثلاجه شويه. انا هعمل حواوشي يعني ايه مش هتفرق كتير موضوع الثلاجه عشان بس انا عايز اختصر وقت مع حضراتكم. هاجي برده كده اهو، انا جايب عندي لقمه العيش. العيش اللي انا جايبه النهارده عيش ابيض. يعني ايه عيش ابيض؟ عيش بلدي برده برده من بتاعنا، ولكن قايل للراجل لو سمحت اديني عيش للحواوشي فبيدهوني ابيض كده. فهيكمل تسويته معايا في الفرن او في الطاسه او في اي حاجه انا عايز اعملها. قبل ما اشتغل بجيب عندي حبه زيت، وانا هستخدم كمان عندي التوم بتاعي فيه زيت، فهديله كمان حبه زيت. يبقى انا بحط كمان او بدهن العيش بزيت التوم. بص المنظر اهو، مع فرشه لطيفه. اهم من الشغلانه دي كلها تكون مظبطه حاجتك، تلاقي نفسك عملتي احسن حاجه في الدنيا. ادي ايديا حبه ميه، واعمل كده اهو كده اهو اهو شايف، وافتح اللقمه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح اللقمه خالص ما عنديش مشاكل خالص اهو، وابدا احشي اهو عشان ايديا ما تلزقش. بص المنظر، كيس الفيجيتار عمل ايه؟ خلاها بقى عندي بقت تسمع الكلام، العجينه ما بقتش ايه معترضه، ما فيش حاجه في ايديا شايف اهو اهو كده اهو. وابدا اعمل كده شوف خلاص، وراح اعمل كده. وبالفرشه اللطيفه دي اجي في الاخر اروح مدهن ولقمه العيش. ولو حابب ادهنها كمان بالظهر، لان لسه هكمل بس ايه بحب اوضح اول حاجه عشان على بالي جت كده ايه حاجه هعملها قدامكم دلوقتي كده اهو حالا. وراح اعمل كده وراح جاي على الشوايه دي اهو.
شوف كده عم وائل عامله ازاي الشوايه دي. طبعا الفل يا وائل باشا. علاء بيه. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازاي حضرتك؟ علاء بيه. ايوه يا فندم. ايوه مرحبا. سيبني اتكلم دقيقه وبعدين هاخد وردي مع حضرتك. بخصوص ايه يا فندم؟ بخصوص الناس المحترمه اللي عندك في الكونترول. طيب اتفضل يا فندم. بص انا اتصلت بحضرتك قبل الفاصل. تمام. فتحوا عليا وخدوا بياناتي وخدوا وردوا معايا واتكلموا معايا. تمام. حضرتك كنت بتعمل الكشري. تمام. حضرتك استأذنت وطلعت فاصل. حضرتك يا فندم؟ استأذنت وطلعت فاصل. مظبوط كده؟ مظبوط. قلت الناس دي سابوني كده على الويتنج خمس ست دقايق وبتاع وراح خط قاطع. تمام. اليمين اللي هحلفه ده انا ما بجلسش وراه. اللي ايه يا فندم؟ اليمين اللي انا هحلفه لحضرتك ده ما بجلسش وراه. اتفضل يا فندم. ورحمه امي ورحمه امي ورحمه امي، الناس اتصلت بيا واعتذرت وفتحت الهواء ودخلتني على حضرتك. طب يعني تمام، ما خضتنا يا عم في اول الكلام، انا حسيت في مصيبه بتحصل. لا 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 يا باشا. لا 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 ده كتير. لا ده اقل شيء نقدمه لحضراتكم من احترامكم لينا وتقديركم لطبيعتكم لينا، يعني ده اقل شيء. ده كتير. لا يا فندم احنا بنعمل كده على فكره مع كل الناس عشان تبقى عارف، مش معاك انت بس. صرف النظر، انا اول مره اكلم حضرتك، انا بقالي 30 سنه عايز اتصل بحضرتك مش عارف. يا حبيبي والله شرف ليا، ربنا يخليك ويديم محبه. انت خضتني بس الدخله خضتني والله يا باشا والله اتخضيت. انا خضيت. انا بص هقول لك حاجه، ما انا زي ما خضيت حضرتك في اللي بيخش يشتكي، في برضه لازم اللي يخش يقول الناس دي حقها ايه. يعني كتر خيرك طبعا، كتر خيرك طبعا. لا ده حقك حضرتك. لا كتر خيرك والله من احترامك. الحق اللي مش اللي احنا مش شايفينه قدام الكاميرا. مظبوط مظبوط. قاعدين بيشتغلوا وشايفين. بقول لحضرتك الخط قطع بعد ما حضرتك طلعت الفاصل. فعلا انا طلعت فاصل فعلا. قمت اعمل اشوف انا بعمل ايه، ببص لقيتهم هم اللي بيتصلوا بيا والله. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم. انا حلفت برحمه امي. صادق ربنا يا رب يعني يحفظك يا حبيبي وتعيش وتفتكر وروحها طلبه الرحمه، ربنا يرحمها لك يا حبيبي ويكرمها. انا بشكرك. طب تؤمرني باي خدمات طيب يا فندم؟ بص شوف علاء يعني عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا اكيد الحق طبعا. الحق. بص انا اسكندراني. اجدع ناس حبايبنا. ربنا يعزك، ربنا يعزك، من اصل انا اسكندراني. تمام. خلاص؟ انا كنت باكل الكشري ده، الكشري ده امي كانت بتعمل لي السمك المشوي الصغير قوي. الشبار. تعرفني؟ الشبار اللي هو الخنيني عندنا في اسكندريه كانوا بيسموه خنيني. البطاطا. صغير خالص ده، الفلفل ده اللي هو مظبوط كيلو يعني منه 80 واحده. مظبوط بالهنا والشفا. تحس ان هو حاجه كده مسمسمه. ايوه بالظبط كده. مظبوط. يا دوبك تاخد الظهر منه كده وكلام من ده ومع الكشري. ايوه يعني معلومه صح يعني. جدا. طيب تاريخ. الحمد لله، عشان لو كان وحش او كان غلط كنت مش هسكت النهارده. ده تاريخ. يعني احنا النهارده تمام ماشي حالنا يعني مظبوطين. انت بتعمل تاريخ يا شيف علاء. يا حبيبي انتوا الاصل واحنا بنحاول دايما نوصل لكم بكل حاجه حلوه. اشكرك يا حبيبي. انا النهارده انا قاعد في الجيزه، انا قاعد في الجيزه خلاص كده في فيصل. لما اجي اقول لحد كشري اسكندراني مش هيقتنع بيك، مش هيقتنع بيك. مظبوط نهائي. يا راجل زفاره في الكلام ده في البتاع ده. انا بشكرك والله شكرا جزيلا للمكالمه والمتابعه، ربنا يخليك وتسلم من يعني الكلام الجميل ده كله. بس ارجع اقول لك بقولها دايما من وراء زمايلي قدامهم قدام الناس كلها، اكيد لو انت شايفين البرنامج كويس وشايفيني كويس اكيد مش لوحدي، كل الكرو اللي ورا الكاميرات واللي اهم كمان مني ومن ورا الكاميرات اللي في الكنترول جيش قاعدين على المحطه، او احنا كلنا في المحطه كلنا قلب واحد. من اصغر حد فيه انا اصغر واحد في المحطه لحد تامر مرسي بجلاله قدره صاحب عارف اللي هو يدير المحطه من فوق، كلنا هدفنا واحد ان نراضي حضراتكم بكل شيء يكون باحترام ويكون بادب ويكون بمحتوى محترم، تعامل الناس تكون كلنا بنعامل اهالينا وهو ده الطبيعي ان يكون مع حضراتكم بكده. فدي حاجه يعني مش عندنا بس ولا عند زمايلي، احنا سياسه المحطه كلها او اعلام المصريين كلها هو ده الهدف. يقول لك عاملوا المشاهد ده دوروا عليه، ما تاخدوش من الناس بالتليفونات فلوس. عايز دي مفاجاه بقى اقول لكم اول مره على الهوا بقى، ما تخلوش الناس تكلمكم تدفع فلوس. انتوا بتشتغلوا للناس دول على الهوا، قدروا الناس، ده بيتقالينا من اعلام المصريين. ما تعملوش خطوط تخلوا الناس تقعد تدفع فلوس كتير وليه؟ هو بيتابعك بيقدرنا.
فدي حاجه على ما اعتقد انا اشتغلت يعني في الميديا بقالي سنين وناس كتير جدا سمعاني، دي حاجه اول مره نشوفها في اعلام المصريين بالاخص، وكمان اون ان انا اتشرف ان انا شغال مع زمايلي. احنا بنحاول دايما على قد ما بنقدر نقدم حاجه محترمه للساده المشاهدين، لان لولاكم احنا مش هنبقى شغالين، ولا اعلام المصريين موجوده ولا اون موجوده، احنا بنشتغل عشان خاطر حضراتكم، فلازم يكون في تقدير ليكم وكتر خيركم تبعتكم لينا. طيب الحواوشي في واحده قدام حضراتكم موجوده، سبتها على الشواية على السريع كده، قلت اختصر الوقت عشان خاطر تبقى باينه اهو. شوف المنظر عامل ازاي، هاجي ابص عليها، شايف الكريسبي ده، شايف الكريسبي اهي بدات، هنشوف. طيب سريعا بقى عشان انا كده خايف وقت يهرب مني، الرز راجع عليه سريعا. شوف منظر الرز اهو، العدس، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شوف اهو، سيبه لسه يتهوى شويه مش متصربع عليه. السمك المشوي تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف الكلام كده ولا ايه الكلام؟ شوف وانا هرجع لك. شوف شوف ها تمام، خلاص اقفل الفرن، الفرن خلاص ههدي عليه النار، خلاص كده كتر خيرك. شايفين منظر السمك المشوي والحركه تعملوه في البيت اهو، في البيت يا فندم، انا طلعه على طول قدام الناس اهو عشان يبقى قدام حضراتكم اهو. اتفضل يا فندم، وادي كمان حبه الخضار المشوي اللي احنا عملناه مع حضراتكم عشان نحطه على وش السمك في الاخر، جرنش موجود قدام حضراتكم برضه اهو، والرز بتاعه شغال وتمام التمام. حلو كده حاضر يا فندم، اوامر. مين يا فندم؟ هند هانم. صباح الورد. صباح النور والسعاده. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، تحت امرك امر. تسلم، ما يقمرش عليك ظالم. الله يخليك يا فندم. يعني بص بقى، اللهم اني صايمه عشان كده كتير، وحضرتك بجد مبدع. عفوا يا فندم. على فكره الكشري الاصفر احنا بنسميه كده في اسكندريه. ايوه حضرتك من اسكندريه يا فندم مظبوط؟ ايوه تمام. يا سلام. ايوه اتفضلي قولي لي بقى. تمام، لا ده كده احنا اللي بنتعلم. لا العفو، يعني انتوا يعني احنا صح النهارده. لا 100 100. ماشي ماشي، ده على راسنا وحضرتك ربنا يحفظك. لا يا فندم انتوا حبايب على فكره، عايز اقول لك ان انا اسكندرانيه، او في ناس كتير جدا بتفكرني ان انا اسكندراني. ده احنا اتشرف طبعا بحضرتك. اتشرف طبعا، انا ليا اصحاب كتير جدا في اسكندريه وحبايبي، ودي المحافظات الثانيه طبعا بدون مبالغه والله. ربنا يحفظك. ولكن يعني اتشرف ان انتوا دايما بتحبوني وانا بحبكم، فيا رب دي المحبه ما بيننا جميعا. شكرا جدا ليكي هند هانم يا فندم. تمام، زي ما حضراتكم شايفين بلسوع كده شويه الامور، واجي بقى في الاخر عايز ايه، انا حطيت حبه على الشبكه، على العفو على الشوايه، عايز اشتغل على الشبكه. ماشي، لحظه واحده اعمل ايه بقى، اعمل ايه؟ طيب هجيب الشبكه دي بالمره، انا طلعتها بره الفرن دي، وافضي كده. بص الخضار ده فضينا، شايف كده خضار المشوي ده، واجي عندي اجيب اللقمه الحلوه بقى ان انا دهنتها بالزيت او بالزبده، احطها على وش الشبكه كده اهو، كده اهو، بسم الله كده اهو، واحطهم عندي على الشوايه يعيشوا حياتي.